أحسن الله إليكم. تقول: هل يجوز للفتاة في أثناء الخطوبة وعند الجلوس مع خطيبها الذي عقد عليها أن تمكنه من شيء من نفسها كالزوج؟ إذا كان الحدود عقد، معقولة جدا. إذا تم العقد مستوفيا لشروطه وأركانه، كان عقدا صحيحا، فإنه يبيح للزوج الاستمتاع بها بكل ما أحل الله سبحانه وتعالى للزوج من زوجته، إلا إذا كان سيترتب على ذلك سوء تفاهم بينه وبين أهلها، أنه جرت العادة أنه يكون بعد العقد دخول وحفل وزفاف كما يقولون، إذا كان يترتب على استمتاعه بها قبل ذلك مفاسد أو سوء تفاهم فإنه يتحاشى هذا الشيء ويصبر إلى أن تتم الإجراءات المعتادة دفعا للضرر. نعم. إذا المسألة ليست الخطوبة، مسألة العقد جرى أو لم يجري؟ المسألة مسألة العقد، أما الخطوبة فلا تحل له شيئا منه. فهمكم الله. الخطوبة لا تحل له شيئا منه، إنما الكلام في العقد الإيجاب والقبول بحضور الولي وبحضور الشاهدين. نعم.